طيب تعال نشوف قبل ما نطلع فاصل للقضية اللي احنا هنناقشها معاكم بعد قليل، كمان من التحقيقات اللي أثارت جدلا تحقيق احنا زعناه امبارح. يعني التحقيق اللي زعناه هو متعلق بأنه نعم ممكن أن نجد في مصر أطفالا يأكلون من الزبالة، وده يخلي الناس إنها تشوف. قبل ما نعرض بس التحقيق ده كمان، انتوا عارفين في مخرج الأستاذ شادي أبو شادي اختفى، والمخيف في القضية إنه حالة الاختفاء، يعني دايما الاختفاء يعني بيكون في معالم، في أي أدلة عن أي حاجة يعني، إنما حتى الآن مفيش أي خيوط تؤدي إليه. معايا خاله الأستاذ علي غشواني. أستاذ علي أهلا بيك. بيك دكتور. أهلا بيك سوائل. قول لي، هو شادي اختفى من إمتى؟ صباح الحد الساعة 6:30 كده، هو الصبح يعني. آخر مكالمة كلمته مامته كانت الساعة 8:24، فتح عليها كده اهوت وما اتكلمش، يعني كان في صوت زي صوت هواء او كده اهوت، وقفل على طول. من بعديها التليفون قطع على طول. طيب مفيش اي خيط بقى؟ مفيش حد قال اي حاجه انه شافه؟ انه مفيش خيط خالص؟ ولا اي خيط حضرتك، ولا اي حاجه. كل اللي احنا نعرفه ان هو يعني عنده ولاء سياسي للدولة والسيسي والحكم، والبروفايل بتاعه مثلا على الفيس حاطط. واحنا عندنا هو هنا له صور حتى كان في شرم الشيخ في المؤتمر مع القوات المسلحة، وفي صورة مع الرئيس السيسي اهو، كان في المؤتمر من الشباب، وهو كان هيعمل اعتقد فيلم عن الارهاب كمان يعني. ايوه، كان في مشروع فيلم شغال فيه عن الارهاب. ومن ساعتها بقى وهو من 15 يوم الناس وقفوه ملثمين على الدائري، وخطفوا منه التاب، وكانوا عايزين يسرقوا العربيه، راح رمى المفتاح وجري وسابوه وفجأة. طيب انت بترجح الى انه في عمليات اختطاف في مصر بهدف الفلوس، ما هو ادفعوا فدية وخدوه يعني، هل حصل اي اتصال؟ لا طبعا خالص، ولا اي اتصال ولا اي حاجه. انا برجح ان هو عشان انتمائه السياسي للدوله وحبه للدوله، ممكن حد يكون فكر ان هو يأذيه او كده هو. يعني انت ب ب ب بترجح الجانب الاخر، يعني انه في هدف سياسي او هدف متعلق بالارهاب يعني. يعني في المرحلة دي الإنسان بيفكر في 500 خلينا حاجة. يعني أنا يعني ما أقدرش أؤكد أي تفسير، لأنه يعني ربما يتضح بعد ذلك، ونتمنى يعني إنه في أي حد يتصل ويكون في خيط يقود إليه. أنا أتمنى بس إن أي حد من الدولة يهتم بينا مثلا أو يتصل بينا، إحنا حاولنا في كل الأماكن محدش ساعدنا. الشرطة ما قالتش حاجة؟ ولا الشرطة ساعدتنا ولا أي حد ساعدنا. كل اللي نكلمه هو معروف جدا يعني بالنسبة للشرطة وبالنسبة للداخلية، كله يقول لك إحنا عارفين شادي إحنا أهو حاطين صورته على الشاشة يعني كمان يا جماعة، لكل من لديه معلومات يكون حد شافه كده، يكون هو الاختفاء من 15 يوما. لا الاختفاء من 3 أيام بس. من 3 أيام؟ 3 أيام. طيب الاختفاء من 3 أيام فقط، وأتمنى إنه لو حد عنده أي معلومات شافه، وعشان كده حطينا صورته على الشاشة، يساعد العائلة والأسرة ويحاول الاتصال حتى بينا يعني. عموما أنا بشكر حضرتك، وإن شاء الله يعني تكون في معلومات تصل إليه.